أخبار اليوم. إحنا الوقت في مكان والله في مكان الناس دي شغالة 24 ساعة في 24 ساعة. إحنا على عمق 60 متر من مستوى سطح المية، إحنا كده تحت قناة السويس ب60 متر. للناس اللي بتهرب وتقول الناس دي مش شغالة والجيش بيهرب والشعب بيهرب، في مهندسين وفي عمال وفي فنيين وفي ناس شغالة ليل ونهار. بصوا على المنظر، بصوا الارتفاع 60 متر، 60 متر بجد، مش تهريج مش تهريج. اللي عايز يشوف بيجي يشوف ويجي يتفرج. اطلع يا محمد، يلا اطلع يلا. الشباب اللي قاعد في البيت ما هو شغل ولا مشغله وقاعد يتكلم على الفاضي، يجي يبص الناس دي شغاله بتعمل ايه. والله 60 متر تحت سطح الميه، وادي اهو نفق كبير صحاره ميه هنعدي منها دلوقتي تحت قناه السويس الجديده كلها، عشان الناس تصدق، واللي مش مصدق يجي يبص بعينيه. وادي العمال، وادي المهندسين، وادي الفنيين، ناس يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يرحمهم. اول حاجه، اولا انت في مكان صعب جدا تلاقي فيه بني ادم، ان المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي المفروض الميه بتمشي من المكان ده. انا موجود دلوقتي في الصحارى، النفق اللي معدي من تحت قناه السويس الجديده اللي بيسموه السيفون زي ما احنا بنتكلم، دي صحارى المفروض الميه تمشي في المكان اللي انا واقف فيه ده كله علشان تعدي لقناه لسينا، علشان الاراضي اللي هتزرع في سينا الناس شغاله 24 ساعه في 24 ساعه. المكان ده صعب ان انت تلاقي حد ماشي فيه تاني، عشان المكان ده المفروض هيمشي فيه ميه علشان ما نلحقش على بعض. فاللي بيهرب وبيقول لك بقى مش شغالين واصل الناس دي نايمه، اصل الشعب ما بيعملش، الجيش ما بيعملش، يجي يتفرج. الصحارى ديت او النفق اللي هيعدي منه الميه ده على عمق 60 متر تحت قناه السويس الجديده، يعني مش قناه السويس الجديده بس، احنا بنعمل انفاق تعدي الميه لسينا عشان سينا تتعمر على عمق 60 متر. ادي النفق، احنا كده في النص بالظبط، وادي النفق والناس شغاله والناس يعني بسم الله ما شاء الله عليها، وادي الناحيه الثانيه من النفق اهي قدامنا ولسه هنكمل فيها، واللي مش مصدق يجي يبص بعينيه. وتحيا مصر وكل صحيح. هذه رجاله مصر اهي شغاله في النفق بتاع الصحارى اهو على عمق 60 متر، 60 متر تحت مستوى سطح البحر تحت قناه السويس الجديده. الناس اللي حاملين شغالين اهو 24 ساعه، والارض ناشفه يا جماعه عشان ما تبقاش يقول لك في ميه وبتقلع ميه، اصل الميه مغرقه الدنيا، مفيش ميه ولا في حاجه والناس شغاله زي الفل. الله ينور عليك يا حاج، الله ينور عليك، ربنا يديك الصح. الحمد لله وصلنا بسلام للبر اللي يعتبر البر الغربي لقناه السويس الجديده من النفق، وفي ظهري اهو فتحه النفق الجديده. النفق ده يا جماعه اللي هو الصحاره بتاعت سرابيوم، اللي هي المفروض تعدي الميه الحلوه من تحت قناه السويس الجديده لسينا لتحرير سينا. بعد اللي انا شفته دوت وبامانه وعديت من الصحارى وال 60 متر تحت سطح قناه السويس الجديده، طبعا المشروع ده قائم عليه ناس كتير جدا 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 جدا، مش هنعرف نشكرهم ولا هنعرف اساميهم، بس اللي احنا نعرف اساميهم ونعرف نشكرهم حاليا سياده اللواء هشام محمود وسياده المهندس احمد سعد زغلول، دول القائمين على المشروع، والناس دي معانا هنا في معادين سرابيوم. يعني تحت اي ظروف احنا تحت امرهم، تحت اي شغل، ونقول لهم الف 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 شكر على المجهود اللي انتم عاملينه بالنسبه للجيش، بالنسبه للمهندسين، بالنسبه للعمال، بالنسبه للفنيين، الف 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 شكر. لو سيادتك عندك اي حاجه يا باشمهندس احمد احنا معاك برضه، وسيادتك ممكن تقول اللي انت عايزه. انا بس انا واولوياتنا واولوياتنا في التعديات واولوياتنا في الكاميرا كله عندكم كبير جدا فيها، والكل دي المجهود فعلا. معديات سرابي ومعديات المنطقه تجهيزات شغلنا وسرعه انجاز المشروع. احنا تحت امركم، وبعد اللي انا شفته النهارده وصورته وكل ده هينزل على الفيسبوك، كل دوت بامانه انتوا بتعملوا شغل الناس مش متخيلاه ولا فاهماه، واللي مش مصدق يجي يشوف ويجي يبص. بجد بجد انا جسمي اشعر وانا معدي من النفق من تحت قناه السويس الجديده، دي حاجه
وطبعا سيادة اللواء هشام عديت 425 متر. سيادة اللواء أركان حرب هشام محمود ده لوحده هو باشمهندس أحمد السعد يعتبر من آخر الرجال المحترمين وناس يعني ربنا يخلي مصر كلها زيهم يا رب. احنا بنشكركم بنشكركم يا سيادة اللواء وربنا يديك الصحة يا رب. شكرا شكرا يا باشمهندس. شكرا ربنا يديك الصحة يا رب.